السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم أعزائنا المشاهدين في دقائق صحية في مواضيع مختلفة. راح أكون معكم بإذن الله طوال شهر رمضان الفضيل، ونتطرق إلى مواضيع مختلفة ونزودكم معلومات مبنية على الأدلة والبراهين الطبية. بنواصل معكم بإذن الله بعد الفاصل. موضوعنا اليوم أعزائنا المشاهدين بيكون عن ارتفاع السكري والصيام. أعداد مرضى السكر بزيادة والأعداد قاعدة تزيد، اللي تم تشخيصهم بالإصابة بمرض السكري النوع الأول أو النوع الثاني. ارتفاع سكر الدم هو عبارة عن ارتفاع في معدل السكر في أرقام السكر، لدرجة أن المريض لما يفحص سكر الدم عنده في الفحص المنزلي الرقم ما يبين بالجهاز، معناته أنه تجاوز الرقم اللي هو 600 ميلي جرام في الديسيليتر الواحد. ارتفاع السكر له أسباب، من ضمن هذه الأسباب أسباب ارتفاع السكر بالدم ترجع إلى نظامنا الغذائي، وترجع إلى الأدوية اللي احنا ناخذها وطريقة الأدوية، وترجع إلى نمط الحياة اللي احنا قاعدين نمارسه. نظامنا الغذائي في شهر رمضان الفضيل طبعا مهم لمريض السكري قبل دخول شهر رمضان الفضيل، أو حتى لما يعمل الفحص والتحليل يشوف أرقام السكر مرتفعة، مهم أنه يراجع طبيبه المعالج حتى يتم له عملية تضبيط الجرعات، أن أنت تلتزم بعلاجك وتأخذ حسب إرشادات طبيبك المعالج. إذا كنت تأخذ الأدوية الفموية ممكن أيضا تراجع الطبيب حتى يتم تقسيم العلاج بين الفطور والسحور الوجبتين. مهم لك أنت أيضا كمريض السكري أن أنت تمشي كل يوم نص ساعة، ترى المشي هو رايح يضبط السكر وينزل ارتفاع السكر. الإكثار من شرب الماء، شرب الماء رايح ينزل من ارتفاع السكري. وأيضا نظامنا الغذائي والأكل، احنا ما نقول حرمان من الأكل، ما نبقي نعرض مريض السكري للهبوط، إنما مهم جدا التعادل، مهم جدا أن يكون هناك في توازن، ما يحدث لا ارتفاع ولا يحدث هبوط في سكر الدم. مريض السكري بحاجة إلى أخذ كل المواد الغذائية، تكون وجبته الغذائية اللي ياخذها فيها كل المواد، فيها النشويات وفيها الفيتامينات وفيها البروتينيات والدهون والماء. مهم جدا انه هو ياخذ المواد الغذائية تكون متكاملة، ما يركز على مادة واحدة، لان حتى جسمه بحاجة الى السكر وبحاجة الى النشويات اللي بتتحول الى سكر في الجسم، ولا يزيد في هذه النشويات لان الافراط والزيادة فيها بيرفع ايضا من سكر الدم. إذا كنت من المرضى اللي يأخذون الإنسولين، أوبر الإنسولين، هناك أخطاء يمكن المريض ما يتداركها، ولكن أماكن أخذ أوبر الإنسولين وطريقة أخذ أوبر الإنسولين لها دور كبير في عملية رفع السكر وفي عملية تضبيط السكري. عملية ارتفاع السكر مع أوبر الإنسولين، إذا كنت تركز على أخذ أوبر الإنسولين في مكان واحد من الجسم، إحنا نقول البطن هو أفضل مكان، ولكن يفضل أن الإنسولين بطريقة منتظمة، طريقة خطوط أفقية من أعلى البطن إلى أسفل البطن، وأيضا أطراف السر، وبعدين لما توصل إلى أسفل البطن ترجع إلى البداية، تأخذ أوبر الإنسولين بالتدريج. فهذه تعطي مجال أن أوبر الإنسولين أو مادة الإنسولين توصل إلى الدم، وبالتالي رايح يشتغل ويساعد في عملية تنزيل السكر. الأخطاء اللي تصير أن المرضى يركزون على مكان واحد، يأخذ أوبر الإنسولين يا باليمين واليسار من البطن، تتكون الشحوم، وهذه الشحوم تعمل كحاجز تمنع وصول الإنسولين إلى الدم. فهذه النقطة جدا مهمة، وما ننسى أعزائنا المشاهدين وأعزائي المرضى مرضى السكري أن أنتم تمارسون الرياضة وتمشون كل يوم نص ساعة، يفضل الوقت بعد صلاة التراويح، حتى تضمنون أن هناك كمية كفاية من السكريات ومن السعرات الحرارية اللي رايح تحرقونها مع المشي. نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة.